التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته لدولة الإمارات. وتبادل جلالته وسمو خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما من علاقات تاريخية متجذرة، متمنين للبلدين دوام التقدم والرفعة. كما تناول اللقاء جوانب التنسيق والعمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجالات، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة، انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك. وأعرب جلالة الملك المعظم وأخوه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين ومستوى ما وصل إليه تعاونهما المثمر على مختلف المسارات. وأشاد جلالته بالدور المحوري الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الساحة الإقليمية والدولية، ومساعيها الخيرة في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة والعالم بجانب مبادراتها العالمية لتعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بجانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.